التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تعزيز العمل الجماعي والعاجل للتعامل مع تحدي تغير المناخ، بما يعزز القدرة على ضمان التنمية المتوافقة مع البيئة التي تحفظ كوكب الأرض وتتعامل مع تشهده الأجيال الحالية من آثار مناخية شديدة. وخلال كلمة الرئيس السيسي أمام الجلسة الافتتاحية الخاصة بإلقاء البيانات الوطنية بكوب 28، شدد الرئيس السيسي على مسؤولية القادة المجتمعين عن ضرورة التوصل لإجراءات تتفق مع تم التوافق عليه في باريس، سواء ما يتعلق بالتجاوب مع التوصيات العلمية أو الالتزام بالمسؤوليات والتعهدات وفقا لقدرات كل دولة. ودعا الرئيس السيسي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر طموحا في مؤتمر المناخ بدبي، إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، مجددا تأكيد التزام مصر بمواجهة تحدي تغير المناخ. وعلى هامش كوب 28 عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا. أكد خلالها الرئيس السيسي حرص مصر على العمل على استمرار وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتطرق أيضا اللقاء إلى قضية تغير المناخ وعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أعرب الزعيمان عن الأسف الشديد لاستئناف في القتال وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين، مؤكدين إدانة استهداف المدنيين وقتلهم على أي نحو. بحث الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش أعمال كوب 28 سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما تناول اللقاء متابعة القضايا الدولية والإقليمية لا سيما تغير المناخ والتصعيد في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي رؤية مصر بشأن ضرورة وقف إطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. كما التقى الرئيس السيسي على هامش المؤتمر مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق السياسي، وتطرق اللقاء إلى تبادل الرؤى بخصوص تطورات العمل المناخي ومستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة. بدأ المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، وقام السفراء ورؤساء اللجان الانتخابية في السفارات بالتعاون مع أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقر الانتخابية في الدول التي بدأ فيها التصويت بالإشراف والتأكيد على وجود كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في ثاني يوم من أعمال التصويت، والتي تستمر 3 أيام، تبدأ في 9 صباحا وتنتهي في 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة. تتابع غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عمليات تصويت المصريين في الخارج من خلال العديد من مندوبيها الموجودين في مراكز الاقتراع بكافة مدن العالم، وقد تلقت الحملة صورا وفيديوهات توثق عملية تصويت العديد من المواطنين المصريين في الخارج لصالح المرشح فريد زهران. ونشدت الحملة المصريين بالخارج الاستمرار في الإقبال على التصويت باعتباره واجبا وحقا دستوريا أساسيا للمواطن وضمانا للتداول السلمي للسلطة وتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي الآمن. ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 178 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفقا لبيانات صادرة عن المستشفيات العاملة في قطاع غزة بأنها استقبلت جثامين الشهداء بالإضافة إلى 589 جريحا. ووصل مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لهيا شمال قطاع غزة أكثر من 54 شهيدا، كما وصل المستشفى المعمداني جثامين أكثر من 30 شهيدا جراء قصف الاحتلال لمدينة غزة، خاصة حي الشجاعية وحي الزيتون. ووصل إلى المستشفيات في جنوب قطاع غزة العشرات من الشهداء والجرحى. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على قطاع غزة بعد دقائق من انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت لأسبوع واحد فقط.
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث أنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن لسكان قطاع غزة الذهاب إليه، مشيرا إلى أنهم يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض. وأوضح المسؤول الأممي أن الوضع في خان يونس يعد تذكيرا صادما لما يحدث عندما لا تصمت الأسلحة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا استشهدوا وأصيبوا في غضون ساعات، كما جاءت تعليمات للأسر مجددا بالإخلاء. ولفت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أن جميع سكان غزة وعلى رأسهم الأطفال والنساء والرجال يعيشون في رعب في الشهر الثاني من العدوان الإسرائيلي. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.